السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English. اليوم سنتعرف على أكثر الأفعال شيوعا في اللغة الإنجليزية. هناك الآلاف من الأفعال في اللغة الإنجليزية، والفعل الإنجليزي هو English Verb، وهو من أهم الأجزاء في الجملة الإنجليزية، ولكن عملية حفظ جميع هذه الأفعال صعبة جدا على المبتدئين، ويحتاجون الكثير من الوقت ليحفظوها. ولكن في درس اليوم بسطنا لكم هذا الموضوع لكي يكون من السهل على كل المبتدئين في الإنجليزية، حيث اخترنا لكم أهم الأفعال وأكثرها استخداما. وكن متعلم للغة الإنجليزية، يجب عليك أن تكون على دراية كاملة بها لكي تكون قادرا على تجاوز مستوى مبتدئ في اللغة الإنجليزية. والآن دعونا نتعرف سويا على هذه الأفعال. والآن سنمر لقراءة الأفعال الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية، يعني الآن سنكتفي بقراءتها، ثم بعد ذلك سنشرحها ونوظفها في جمل لتوضيح المعنى أكثر. بي ask need feel like try have do go say look read get make know think talk see work use study find take give tell move call come want understand. والآن سنمر لشرح كل فعل أو كل verb على حدة، مع إعطاء بعض الأمثلة لتوضيح معاني هذه الأفعال. والآن غادي نشوفوا كل فعل والمعنى ديالو في اللغة العربية أو الترجمة ديالو، وكذلك غادي نشوفوا مثال للتوضيح ديال المعنى ديال هذا الفعل. ولكن قبل ما نبداو بغيت نقول لكم بلي كاع عاد لي زيكزامبلز اللي غادي نشوفوا ديال كل فعل، فداك الفعل اللي فيهم غادي يكون مصرف في البريزنت، اي غادي يكون مصرف في الزمن الحاضر. وكما كنت قلت في الفيديو اللي فات بان في الضمائر هي وشي وايت الفعل اللي كيكون عندنا كنزيدوه اس، وفي الضمائر اي يو وي دي ما كنزيدوش اس. والان غادي نبداو بالفعل الاول اللي هو بي واللي كيعني يكون. عندنا هنا في الاكزامبل I am a student انا تلميذ. وهنا ندوزو الفعل الثاني ask اللي كيعني يسأل. example she asks her mother هي سألت أمها. كما كنشوفو أن الفعل ask هنايا زدناه اس لأن عندنا هنا she، وكما قلنا قبل أن she وهي وit
كنزيدو اس في الاخر، الى بغينا نصرفو داك الفعل كنزيدو اس في الاخر. والان غنشوفو الفعل الثالث اللي هو نيد. نيد يحتاج، نيد يحتاج. example he needs some food. he needs some food. هنا need زدنا اس لان عندنا هنا الضمير هي. هو يحتاج بعض الطعام. هو يحتاج بعض الطعام. والان دوزو الفعل الرابع اللي هو feel. feel اي يشعر او يحس. عندنا هنا في الاكزامبل they feel angry. they feel angry هم يشعرون بالغضب. وندوز دابا للمجموعة الثانية من الأفعال. والفيرب الأول like. like يحب. example I like swimming. I like swimming أنا أحب السباحة. verb have. have يملك. example we have much time. we have much time لدينا الكثير من الوقت. والverb الثالث try. try يحاول. example I try to sleep. I try to sleep أنا أحاول أن أنام. وآخر verb عندنا في هذه المجموعة اللي هو do. do بمعنى يفعل أو ينجز. وبعض المرات كيكون عندنا على شكل سؤال بمعنى هل. هنشوفه في هذه الأمثلة. example الأول بمعنى يفعل أو ينجز عفوا I do my homework. I do my homework يعني هنا أنا أفعل واجبي المدرسي أو أنا أنجز واجبي المدرسي. يفعل أو ينجز. وفي الإكزامبل الثاني هنا عندنا do كهل. do you like tea. do you like tea هل تحب الشاي. يعني جات عندنا هنا do كهل. هل تحب الشاي. والآن غادي ندوزو الفيرب go. go بمعنى يذهب. يذهب example they go to school. they go to school هم يذهبون للمدرسة. والآن غادي ندوزو الفعل الثاني اللي هو say. say بمعنى يقول. يقول example you say some bad words. you say some bad words أنت تقول بعض الكلمات السيئة. والآن غادي نشوفو الفعل الثالث اللي هو look. look بمعنى ينظر. ينظر عندنا هنا في الإكزامبل we look at the picture. we look at the picture نحن ننظر للصورة. وعندنا هنا الفعل الأخير اللي هو read. read بمعنى يقرأ. يقرأ example I read the text. I read the text أنا أقرأ النص. والآن نمر للفعل الأول في هذه المجموعة اللي هو get. get يحصل. يحصل example سلمى always gets good marks. سلمى always gets good marks سلمى تحصل دائما على درجات جيدة. والverb الثاني make. make يجعل أو يصنع. example you make me happy. you make me happy أنت تجعلني سعيد. والverb الثالث اللي هو know يعرف. know يعرف example they know the truth.
They know the truth. هم يعرفون الحقيقة. وآخر verb think. Think يفكر أو يعتقد. Example عندنا هنا في يعتقد. I think it's 2 o'clock. I think it's 2 o'clock. أعتقد أنها الساعة الثانية. وهنا let me think. دعني أفكر. Let me think. دعني أفكر. كما شفنا في هذا الفيرب ديال think، فإما كيجي على بمعنى يفكر أو بمعنى يعتقد. والآن غادي ندوزو الفعل التالي اللي هو talk. Talk يتحدث أو يتكلم. Example you talk too much. You talk too much. أنت تتحدث كثيرا أو أنت تتكلم كثيرا. هنا الفعل الثاني اللي هو see. See بمعنى يرى. يرى. Example I see my friend every day. I see my friend every day. أنا أرى صديقي كل يوم. هنا الفعل الثالث اللي هو work. Work بمعنى يعمل. يعمل. عندنا هنا في الإكزامبل He works in Marrakesh. He works in Marrakesh. هو يعمل في مراكش. عندنا هنا الفعل الأخير اللي هو use. هذا الفعل use يقدر يجي بمعنى يستخدمه أو يستعمله. عندنا هنا في الإكزامبل Use your mind. Use your mind يعني استخدم عقلك. ودائما نستمر في الأفعال، وهنا لدينا الفعل أو الverb study. Study يدرس. Example We study every day. We study every day. نحن ندرس كل يوم. والverb تاني take. Take يأخذ. Example I take my books to the school. I take my books to the school. أنا أخذ كتبي إلى المدرسة. وهنا الverb find. Find يجد. Example I find it hard. I find it hard. أنا أجده صعبا. وأخيرا الverb give. Give يعطي. Example Can you give me some tea? Can you give me some tea? هل يمكنك أن تعطيني بعض الشاي؟ هل يمكنك أن تعطيني بعض الشاي؟ والآن سنرى verb tell. Tell بمعنى يخبر. Example Tell me about yourself. Tell me about yourself. أخبرني عن نفسك. هنا الفعل الثاني اللي هو move. Move بمعنى يتحرك. Example He moves quickly. He moves quickly. هو يتحرك بسرعة. هنا الverb الثالث اللي هو call. Call بمعنى يتصل. يتصل. Example He calls me at night. He calls me at night. هو يتصل بي في الليل. وهنا الverb الأخير اللي هو come. Come بمعنى يأتي. هنا عنا example She comes to hospital every day. هي تأتي للمستشفى كل يوم. وهنا verb want. Want يريد. Example They want their freedom. They want their freedom. هم يريدون حريتهم.
وأخيرا الفيرب أو الفيرب understand understand يفهم. example we understand the lesson we understand the lesson نحن فهمنا الدرس. وبهذا نكون قد أكملنا الأفعال أكثر استخداما في الإنجليزية، يعني تطرقنا ل 30 verb في هذا الفيديو، وإن شاء الله في الفيديو القادم سنتطرق إلى مزيد من الأفعال إن شاء الله.